والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر يقر وقر يوقر وقرا وقرت آذانهم ثقلت أو ذهب سمعه كله وصمت آذانهم فهي موقرة. هذا وصف دقيق لهذه الهويات التي هي الصماء وليس كما يقال تسمع، لكن إعراضها عن الحق يجعلها في خانة الذين لا يسمعون. وهو عليهم عمى، وهو تعود على الشيء الذي يوضع على أعينهم منذ الولادة لبعضهم. وهو عليهم عمى أي يعيقهم على النظر العادي، والله أعلم. أولئك ينادون من مكان بعيد، ينادون من مواضع بعيدة في أعماق الفضاء. فهو حتما والله أعلم ليس من الأرض، أو هو من كواكب كما يشاع عن أن الرماديين يتلقون باستقبال الأفكار في سريرتهم أو أوامر لحكامهم الكبار أو حاكمهم الأكبر، والله أعلم. بسبب يستقبلهم كل ذلك لأن في جسدهم شرائح تستقبل تلك الموجات، لكن يقول الذبذبات الفوق صوتية التي تبعث إليهم، والله أعلم. فصل. يقال عن الوعي الزيطة أنهم أفراد يفكرون نفس التفكير، فهم ليسوا هويات متحررة. وهذا الوعي الجمعي يحاول التوسع إلى الهويات الأخرى بما فيها البشر أبناء آدم، والله أعلم. فصل. يقول الزيطيون لزيطاس أن الرماديين في الحقيقة لهم ألوان لا يمكن لعين الإنسان إدراكها، فهي لا تنتمي إلى ألوان الطيف الذي نراه وعينه تراه عين الإنسان، وبالتالي كل ما لا يراه الإنسان من ألوان على حقيقتها تبدو له باللون الرمادي. انتهى كلامهم، والله أعلم. فصل. تقول الزيطة أن كل الإمبراطوريات المعزولة لها سدود أثيرية تحاول إقامتها، وسدود أثيرية لأعدائها تحاول نقبها. هل سد ذو القرنين كان سدا أثيريا مثل هذه السدود هم يحاولون نقبها؟ الله أعلم. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر